وهذه عودة معكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وزي ما نوهت في بداية الحلقة هنستكمل النهاردة موضوع التعليم عن بعد، وانضم لي الدكتور فاتن شاهين الأستشارية في تطوير المناهج، وكمان الأستاذة أريج أبو القاسم الخبيرة في تطوير المناهج، عشان نتكلم في موضوع التعليم عن بعد وبرنامج تأهيل المدرسين والمعلمين، موضوع الأبحاث، الشغل الشاغل دلوقتي للطلبة ولأولياء الأمور. صباح الخير دكتورة فاتن. صباح الخير أستاذ. صباح الخير دكتورة أريج. حبتدي مع الأستاذة أريج عشان عندنا موضوع النهاردة مهم، لأن النهاردة عفوا بتشرح لنا إزاي نعمل البحث، إزاي نشوف المواد اللي هنعمل فيها البحث إزاي، وعندها برزنتيشن خاص النهاردة، فحيكون عندنا أورينتيشن بسيط النهاردة عشان نعرف إزاي نعمل البحث. فضل يا أستاذة أريج. صباح الخير. صباح النور. شكرا جزيلا على استضافتنا وسمح لنا ان احنا نتكلم عن المشروع البحثي. موضوع المشروع البحثي هو موضوع بسيط، اولياء الامور يمكن يكونوا متخوفين منه بشكل كبير، ولكن هم المفروض يسمحوا للطالب انه يجرب، لانه دي طبعا مهاره هم محتاجينها ومحتاجين يكتسبوها. البرزنتيشن اللي انا محضراها النهارده هي ببساطه جدا هتشرح باسلوب بسيط وخطوات موجزه ازاي الطالب يقدر يعمل المشروع البحثي. تمام. خلينا نبدأ مع بعض بأنه إحنا نعرف المحتويات بتاعتنا. إحنا بنبتدي بالمشاريع البحثية للمرحلة الابتدائية، بعدين المشاريع البحثية للمرحلة الإعدادية. إيه هي الخطوات المطلوب من الطالب إنه هو يعملها لإكمال المشروع البحثي؟ ثم عناصر وقوالب المشروع البحثي، لأنه الوزارة ساعدت الطالب وحطت له قوالب أو نوازج بسيطة جدا هو عليه إنه هو مجرد إنه هو يتبعها، ومصادر المشروع البحثي إزاي يضمن إيه هي التولز والأدوات اللي ممكن يستخدمها عشان يعمل المشروع البحثي، وأخيرا إمتى يسلم المشروع إزاي يسلمه. تمام. خلينا نبدأ مع بعض بإنه إحنا نعرف المشاريع البحثية للمرحلة الابتدائية. المشاريع البحثية للمرحلة الابتدائية هم أربع مشاريع. تمام. السياحة والطاقة والصحة والماء. على الطالب ان هو يختار مشروع بحثي واحد بس، موضوع واحد. موضوع واحد. تمام. مفيش غيره، يا اما السياحه يا اما الطاقه يا اما الصحه يا اما الماء. ولكن قبل ما يختار المشروع عليه ان هو يحدد هل هو هيعمل المشروع ده كفرد لوحده ولا هيعمله في مجموعه. الوزاره حددت لحد 5 افراد، ولكن هناك شروط ان الطلاب دول يكونوا في نفس المرحله السنيه، يعني معاه من نفس الفصل، ولازم يكونوا من نفس المدرسه. يعني ما ينفعش يكونوا مثلا في الصف الثالث الابتدائي ولكن في مدرسة تانية. فيحدد أول حاجة مجموعته، بعدين يحدد البحث هيختار أي مشروع من المشاريع الأربعة. طيب إزاي يختار الطلاب اللي معه؟ بتكون على حسب، هو على حسب يعني راحته الشخصية، المجموعة دي اشتغل معاها قبل كده او شايف انه شغله معاها ممكن يساعده، او انه مثلا في حد فيهم بيفهم في التكنيكس بتاعت الكمبيوتر كويس، حد عنده لغه قويه يقدر يستخدمها، واحد فيهم عنده بعض المصطلحات الانجليزيه باك جراوند، فيقدروا يكملوا بعض او يساعدوا بعض ويكملوا بعض، او يقرر ان هو يعمل المشروع لوحده. دي حاجه مهمه جدا لازم نبتدي بيها. بنتكلم بعد كده عن المشاريع البحثية للمرحلة الإعدادية، زي بالضبط المشاريع البحثية للمرحلة الابتدائية. عليه يختار مشروع واحد بس. هم 3 موضوعات مش 4: تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية، الزيادة السكانية والأمن الغذائي، أو البيئة. بنرجع تاني نأكد أنه الطالب عليه أنه يختار مشروع واحد بس. خلينا نعرف طيب إزاي المشاريع، إيه هي خطوات القيام بالمشاريع البحثية دي. تمام. الوزارة ساعدت وقالت يا جماعة إحنا هنحط لكم خطوات محددة موجودة على موقع الوزارة، تقدروا ببساطة البحث عنها والدخول على كل صف دراسي وعلى كل مرحلة دراسية، وتكون بالضبط يقولك في موضوع مثلا الصحة أو الماء أو السياحة أو الطاقة تعمل إيه تحديدا. حطوا عناصر أو محاور محددة لكل موضوع على الطالب إن هو يتضمنها. طيب إحنا إزاي نقدر نوصل للمعلومات دي؟ في ده اللينك اللي موجود معايا نقدر نضغط عليه، هو من ministryofeducation.government.egypt، ده موقع الوزارة الرسمي عن البروجكت توبكس او مواضيع البروجكت. وانس ان انا بضغط عليه بيدخلني هنا للمشاريع البحثية، ده شكلها. بننزل تحت هنا بنوصل لإيه، نحن نختار المرحلة الدراسية مثلا على سبيل المثال، انا هختار المرحلة الابتدائية، وبعدين تختار الفصل الدراسي، هختار الفصل الرابع أو الصف الرابع. بمجرد أن أنا اخترت الفصل بيظهر لي هنا القوالب الأربعة للمشاريع الأربعة اللي أنا اتكلمت عليهم في البداية. القالب الأول على حسب ترتيبه، بنبتدي بالسياحة، الثاني للطاقة، الثالث للصحة، الرابع للماء. تمام.
تمام. هنا موجود عندي خطوات المشروع البحثي وعندي علامة العين اللي هي بتقول انه انت تقدر تطلع عليها. بمجرد الضغط عليها بتدخلني على الخطوات الخاصة بالمشروع البحثي، ويقدر على سبيل المثال هنا السياحة، المحاور المطلوبة، أهمية السياحة للدخل القومي، الآثار الموجودة في مصر بالنسبة للعالم، وعلى الطالب إن هو يمشي على المحاور دي خطوة بخطوة. تمام. ويتضمنها، هي دي العناصر الأساسية اللي بتحدد إذا الطالب البحث بتاعه هيقبل ولا لا. احنا مش محتاجين منك تعمل احسن بحث في الدنيا، احنا محتاجين منك تتبع العناصر المطلوب منك اتباعها والمحاور دي بدقة وبتنظيم. تمام. ناخد مثال تاني موجود عندنا بعد اذنكم. جميل، ندخل مرة تانية هنا، نختار المرحلة الإعدادية، وهو ده المثال اللي احنا هنتكلم عليه، لأنه أنا اتطلب مني كتير إن أنا أتكلم عن المرحلة الإعدادية، الفصل الصف الدراسي التاني. تمام. عن تالتة إعدادي. تمام. المرحلة يعني لأنه بيعتبر هو شهادة، فالناس تمام. متخوفين أكتر. ناخد المرحلة الإعدادية ونبتدي ندخل للصف الثالث، هلاقي نفس الموضوع عندي هنا، بختار الفصل الدراسي، بختار الفصل الدراسي. نعم. وبختار المرحلة الدراسية. نعم. وبدخل ألاقي المشروع البحثي موجود عندي هنا، أقدر أطلع عليه. طيب القوالب الموجودة عندي هم ثلاث قوالب، بمجرد أن أنا أضغط على زر التحميل، أوكي، على طول بينزل عندي فايل موجود هنا، فايل مضغوط. تمام. بداخل الفايل ده عندي نسختين، نسخة PDF ونسخة وورد. ليه الوزارة حددت نسخة PDF ونسخة وورد؟ لأنه النسخة الوورد للطالب اللي هيشتغل على المشروع ده عن طريق تغيير، يعمل أبديت على المعلومات عن طريق الكمبيوتر أو عن طريق اللابتوب، وهيستخدم الإنترنت. تمام. طيب الطالب اللي ما عندوش نفس الإمكانيات دي هيحمل النسخة PDF يطبعها ويبتدي يشتغل عليها ويكتب بإيده، وهنتكلم في الآخر كل طريقة من الطريقتين إزاي تسلم المشروع البحثي. تمام. نرجع مرة تانية للقوالب الموجودة عندي هنا، احنا عرفنا ازاي نتوصل لها. الخطوة اللي بعد كده ده مثلا انا حملت قالب من القوالب عشان اشرح عليه الطالب هيعمل ايه. تمام. بنبتدي، بتلاحظ عندي في البداية الصف الثالث الاعدادي ده جاي القالب نازل او النموذج نازل بده موجود فيه، انت مش بتحط فيه حاجة. تمام. بعدين المشروع الثالث اخترنا موضوع البيئة، نيجي للمحور الاول او العنصر الاول اللي هو عنوان الموضوع. عنوان الموضوع لازم نكتب موضوع عنوان مثير وجاذب ولافت للانتباه. تمام. تمام. لو احنا بنتكلم عن البيئة ممكن نكون أثر البيئة في حياة الإنسان، كيف يمكنني التأثير على البيئة وهكذا. تمام. بننتقل للخطوة اللي بعدها ونرجع للمجموعات اللي انت اخترتها من البداية. هل انت هتشتغل لوحدك؟ يبقى هتكتب الكود بتاعك او الرقم التعريفي اللي انت بتقدر تحصل عليه من على المنصة التعليمية او من على موقع الوزارة. واستاذة مروة قبل كده شرحت لنا ازاي نوصل للكود التعريفي. تمام. بننتقل بعد كده للمقدمة. المقدمة في كل خطوات بحث بيحدد عدد من الكلمات على الطالب ان هو يمر بيها. كمان في القالب بيذكر الطالب بعدد الكلمات، ففي المقدمة اللي هي الملخص لازم الطالب في الصف الثالث الاعدادي يشمل من 70 لـ80 كلمة. ده معناه انه هي لا تكون اقل من 70 ولا اكتر من 80. لانه ما تفتكرش ان انت لما هتزود في عدد الكلمات ده هيديك درجات اكتر او هيكون لي أفضلية، بالعكس الأفضلية للالتزام بعدد الكلمات المطلوب منك. تمام. بننتقل بعد المقدمة دي بتكون باراجراف بسيط أو يعني مقال بسيط. باراجراف يعني هو شرح، يعني مقطع نصري. بالضبط كده، مقطع بسيط بتعرض فيه عناصر الموضوع اللي انت هتتكلم عنها. تمام. من غير تفاصيل، لأنك بتخلي التفاصيل لعناصر الموضوع. بنيجي بعد كده العناصر الموضوع متحددة برضو بعدد كلمات معين للغة العربية، كمان عدد من كلمات معين للغة الإنجليزية. بننتقل بعدها على طول للصورة. تمام. لأنه واحدة من العناصر المطلوبة مني أو المحاور لإكمال المشروع البحثي إما أن أنت تصمم لافتة أو تصمم يعني زي يعني صورة توضيحية، رسالة توضيحية، رسم توضيحي تقدر تشجع بيه أو تلفت الأنظار للمشروع البحثي بتاعك. engaging. فهم فعلا زي ما حضرتك وسمح كمان بأنه ممكن لو ما عرفش يعمل كده الطالب ممكن يستعين بصور من على الإنترنت أوريدي. يستعين بصور على الإنترنت أو يرسمها. أو يرسمها. تمام. لأن الطالب اللي ما عندوش يقدر يرسمها بإيده. الخطوة اللي بعد كده هي النتائج.
انت خلال انت كطالب بعد ما تعلمت عن الموضوع ده شايف ازاي نقدر نحله؟ تمام. ودي بتبقى حاجه بسيطه جدا ان الطالب يكتب ملاحظاته. احنا عايزين الطالب يتعلم تو ريفلكت، يقول رايه بالظبط، تجيف هيز اون فيدباك، ان هو يوصل لنا وجهه نظره بعد ما اتعرف على المعلومات دي كلها. واخيرا بيجي عندي موضوع المصادر، وهو انت حصلت على المعلومات اللي انت ذكرتها في بحثك منين؟ صح، لازم تحدد المصادر حفاظا على حقوق الطبع. طب، لانه كل الاماكن ليها حقوق الطبع. طيب احنا يعني ممكن يخلي اسم الكتاب وممكن يحط اللينك بتاع النت اللي خد منه المصدر. فعلا. تمام. المثال اللي موجود عندنا هو البحث رقم 3 في الصف الثالث الاعدادي للبيئه. انا بس عايزه اركز على نقطه معينه هنا ممكن تفيد الطالب بشكل كامل، انه مطلوب مني ان انا اعمل تضم البيئه العديد من العناصر المتفاعله الى ما نهايه الكلام، ولكن كاتب هنا بدايه من التفاعلات الكيميائيه ومظلل كلمه التفاعلات الكيميائيه ومخليها بولد واكبر عشان ده محور اساسي من المحاور اللي الطالب لازم يشملها فبيفكره. دي اول نقطه. النقطه الثانيه انه الطالب ممكن يبحث بكلمه التفاعلات الكيميائيه على المكتبه الرقميه وهتظهر له كل المصادر اللي هو محتاجها. تمام. هتلاقي هنا موجود التفاعلات الكيميائية، هتلاقي برضو كلمة الزراعة وإنتاج الكهرباء. الطالب عليه إن هو يضمن الكلمات دي تكون موجودة، المعاني دي أو المصطلح ده يكون موجود في البحث وهيلاقيه موجود في المكتبة الرقمية. طيب يا أريج، أنا كطالب محتاج أوصل للمعلومات دي، ممكن أوصل لها منين عشان أقدر أتكلم عن موضوع البيئة ويكون عندي معلومات كافية؟ تمام. دول هي دي المصادر. عندي مصدرين أساسيين. تمام. المصدر الاول هو الكتاب المدرسي، الكتاب اللي حصلت عليه من الوزاره سلمته لك في المدرسه، المنهج. تمام. بالظبط كده. مثلا في موضوع البيئه هنلاقي ان الكتاب المدرسي كتاب العلوم في الوحده الاولى بيتكلم عن التفاعلات الكيميائيه، كل درس من الدروس بيتكلم عن التفاعلات الكيميائيه بتعمق معين، فتحصل على المعلومات الخاصه بالتفاعلات الكيميائيه من الفصل الأول أو الوحدة الأولى الموجودة عندي في كتاب العلوم. تمام. وكذلك عندي مثلا كتاب الدراسات الاجتماعية بيتكلم عن الزراعة. تمام. برضو في الوحدة الأولى، فالطالب يقدر يحصل على المعلومات الخاصة بالزراعة من هنا. تمام. ده بالنسبة للطالب اللي ما عندوش قدرة إن هو يستخدم الإنترنت، فهيستخدم كتاب المدرسة وهيضيفها في المصادر إن أنا استقيت كل معلوماتي من كتاب المدرسة. تمام. يعني طيب، يعني هو عنده مصادر الكتاب المدرسي. نعم. وعنده بعدين المكتبة الرقمية. المكتبة الرقمية. وممكن تكون مصادر خارجية. على حسب. على حسب، بس احنا بنفضل الأكثر وثوقا وموجودة فيها كل المعلومات فعلا الكتاب المدرسي والمكتبة الرقمية. تمام. وتسهيلا كمان على الطلبة، يعني هو تسهيل على الطلبة ان ده موجود وكل حد معاه الكتاب المدرسي، فاذا ما فيش مشكلة في ان هو يقدر، يعني ان هو يبقى عنده، لو ما عندوش انترنت، لو ما عندوش الامكانية، عنده كتاب المدرسي. تمام. فده تسهيلا كمان على الطلبة. المكتبة الرقمية كمان محتوية على كل المعلومات اللي الطالب يقدر يوصل منها اللي هو عايزه. مثلا أنا المكتبة الرقمية انت ممكن تبحث عنها في جوجل بشكل بسيط جدا لو ما عندكش اللينك بتاعها، وهي study.ekb.ag. وانس ان انت بتفتحها، ارجو ان الشاشة تيجي على اللابتوب، بيجي ده شكل المكتبة الرقمية، بنختار ذاكر الآن. تمام. جميل. هل تتذكر معايا كلمة التفاعلات الكيميائية اللي كانت متظللة بشكل جامد بشكل بولد؟ أنا مش محتاج أبحث في كل مادة من المواد، ولكن أنا ممكن أكتبها هنا التفاعلات الكيميائية في السيرتش وأعمل سيرتش، هتدخلني على كل المصادر اللي ممكن تساعدني عشان أقدر أدخل الموضوع بتاع التفاعلات الكيميائية في البحث. لو عايز الموضوع يكون أقل تحديدا، المصادر تبقى أقل، هختار مثلا المرحلة الإعدادية لأن أنا بتكلم في الصف الثالث الإعدادي. تمام. فبيجيب لي مصادر تتناسب مع العمر بتاع الإعدادي. تمام. يقدر الطالب يدخل عليها واحدة واحدة، ولكن في معلومة مهمة ودي آخر حاجة هنتكلم عنها النهاردة، إنه أنت لازم تضمن إنه أنت لما تيجي تكتب في المراجع تكتب التفاعلات الكيميائية، أنواع التفاعلات الكيميائية، وتذكر الناشر اللي هو الدار نهضة مصر للنشر لحفظ حقوق الطبع. تمام. تمام. وهي دي الجزء الخاص بالمراجع اللي انت المفروض تعمله. تمام. إذا شملت كل المواضيع دي بالطريقة دي وبالتنظيم ده، أنا بضمن لك النجاح، لأنه الوزير حدد أنه الطالبة محتاج كل، يعني أغلبهم ناجحين إلا الطالب اللي هينقل، لكن الطالب اللي هيقوم بالعناصر دي بالترتيب ده وبالتنظيم ده مع عدد الكلمات ناجح بإذن الله. تمام. ودي طبعا حاجة تقدر تطمننا كلنا.